تجرحني ولا فكرت تساعدني ولا بكلمة تفرحني. كتير بتقول وتوعدني هيجي اليوم تريحني، ولو نفسك تساعدني ما تقتلني ده أريحلي. يا مستقوي وناس من القوي في الأقوى منه، يا واحد عاش حياة بس الحياة مش راضية عنه. بتظلم فيا للآخر وجاي عليا عالآخر، وقلبي يا عيني مش قادر يكمل. وانا عارفة لكن نفسي بكتبها، بقول يمكن يكون فيك خير ونفسي بلاش تعب.